كبحث ثقافي ونعتبره فصل جديد لحركتنا. ولذلك بعض القرارات التنظيمية أحب أن أبلغ الإخوان، أولا في النظام الجديد عندنا بضع لجان مركزية. هذه اللجان المركزية من الأسبوع القادم تجتمع في هذا المكان، يعني لجنة الإعلام المركزية، لجنة المال المركزية، وهكذا الخدمات. المسؤولين في لجان الأقاليم يجتمعون مع بعض، وطبعا سأحاول أن ألتقي بالإخوان بالنسبة لبعض شؤون مشتركة. ثانيا، نحن كنا نفكر أن يوم الجمعة عندما نترك للإخوان أن يلتقوا نحاول أن نتخطى بقية لجان الإقاليم. يعني كانوا يقولوا أن لجان الإقاليم تلتقي مع القيادات، مع القيادة، مع اللجان المركزية، وما توصل صوتنا أو لا تسمعنا ما تسمع. فقلنا يوم الجمعة بضع ساعات للشؤون الحركية، شخص حركي أو مجموعة حركية كلجان المناطق والقطاعات والبلاد ترغب في عرض قضية تعتقد أن لجنة الإقليم مقصرة فيها، تصل فورا. عمليا صار في الواقع لقاءات خاصة. ولذلك أنا أتمنى على الإخوان الحركيين بالنسبة لمسائلهم الخاصة، ولا شك أنا كأخ لهم وكمسؤول أساسا مجبور في هذه القضايا، يتكرموا بتسجيل أي مشكلة عندهم فيعطوني هنا فورا، وأنا أؤكد لهم أنه لا ولن يقرأ أحد هذه الرسالة غيري. أنا ما عندي سكرتارية تطلع على رسائل إطلاقا أبدا، كل رسائل أنا أفتحها وأنا أجيب عنها إلا الرسائل العامة. وهكذا الشؤون الحركية أيضا تكتب كتقارير، وإذا لا يريدون عن طريق لجنة القطاع ولجنة القطاع الإقليم توصل، ممكن مباشرة تصلني هذه التقارير. أتمنى أن لقاءنا مع عناصر الحركة يخدم التنظيم فقط، والتنظيم هو الهدف وهو العلاج لهذه المشاكل والمشاكل التي هي أكبر منها أيضا. ثالثا، الدروس التي قدمت حتى الآن